الناس انهزم فريق الوداد البيضاوي في مباراة نهائي كأس إفريقيا شامبيونز ليغ الإفريقي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة العودة بعد ما انتصر بمدينة الدار البيضاء بجوج لواحد. الأكبر المتشائبين ما كانوش كينتظروا السيناريو ديال بالأمس، انهزم فريق الوداد، ظهر بصورة طرح أكثر من علامة استفهام. سعد الوارث، شنو اللي كيخلي فريق انتصر في الميدان ديالو ولو الانتصار فيه نوع ما عدم الاستقرار وعدم فيه نوع من القلق، ولكن هزيتي فريق وحطيتي فريق في بريتوريا، شنو الاسباب اللي كتبان لك وكيفاش شفتي فريق الوداد؟ فأكيد سينابيل أكبر المتشائمين ما كانش ينتظر أن فريق الوداد، خصوصا السيناريو باش جرى المباراة، لأنه كان تخوف مبالغ فيه خصوصا في الشوط الأول، لدرجة أن الفريق ما هدد الحارس الجنوبي أفريقي ولا مرة، ما تحصلش ولا على ركنية واحدة، وهذا يثبت أن الفريق كان متخوف للغاية. يمكن عاجل رمزي كان يحاول انه يجري بريمير ميطون بتعادل سيبي باش دوزيام ميطا يحاول يجريها بطريقه اخرى، ولكن جاء هدف مباغت في اخر الدقائق، هدف اللي جاء في افضل توقيت ممكن للفريق لاصحاب الارض. قراءه خاطئه لعادل رمزي، قراءة خاطئة أو تخوف، يمكن تخوف مبالغ فيه، يمكن السبب وراء ذلك راجع للغياب ديال أهم عنصر في الفريق اللي هو يحيى جبران، وتا الدوبلور ديالو اللي هو السرغات اللي ما متعودش على أنه يلعب في هذا النيفو، ما خلاش يكون في نارو، دار مجموعة من الأخطاء، أخطاء اللي كبدات الفريق ترقي، كانت تكبد الفريق ترقي هدف في الشوط الأول. يمكن عوامل عدة ساهمت في أن الوداد ما يكونش في نارو. كذلك واحد النقطة اللي تلاحظها دائما وهي أن فريق الوداد لا يجيد التعامل مع النهائيات خارج الميدان، لأن الوداد تعول كثير على أهم نقطة وأهم عنصر داخل منظومة الفريق اللي هي الجمهور. يمكن كون كان مباراة الإياب في كازا كنا نشوفوا سيناريو آخر وكنا نشوفوا الوداد متوج، ولكن يمكن عاجل رمزي ولا حتى مكونات الوداد ما عرفاش كيفاش تجيري هذاك ماتش الإياب. بحال هاد النهائيات ما كيكونوش مدرب خواف كيرجع اللور ما تيبادرش. لاحظنا فينا هو عطيه الله، فينا هو العملود، فينا هو يعني المشكل اللي كان هو طال اظهره ما تحرش باش انهم يساهموا في الهجمات ديال الوداد، لان كي قلت كان تخوف مبالغ فيه، ويمكن التخوف منطقي. علاش؟ لانه فريق ماميلي دو ساندوز راه من افضل الانديه الافريقيه، ان لم اقل الافضل في السنوات الاخيره، دائما ما تتاهل دومي فينال، دائما ما تيكون قريب من تحقيق الالقاب الخارجيه، ولكن سوء الحظ عنده. يمكن هاد كان معاهم الحظ، عرفوا كيفاش يجيروا، عندهم مدرب مجتهد، عندهم لاعبين في المستوى، فريق في المستوى، باش ما تخسرش 15 مباراة خارجية ماشي سهلة. يمكن فريق ماميلودي ساندوز في الطريقة باش جيرها للذهاب للإياب وبلغة المنطق فكان هو الأفضل وكان هو الأجدر بتحقيق اللقب. كنا تنأملوا أن الوداد يظهر بمستوى افضل وانه يحقق يستافد من نتيجة الذهاب اللي كانت نتيجه خادعه، خصوصا الهدف اللي سجلوا المدافع المغربي من ضربه جزاء، هذاك الهدف يمكن هو اللي منح اللقب لماميلودي ساندوز، لان كون كان الانتصار بواحد ولا بجوج لزيرو كنا نشوفوا فرصه اكبر للوداد باش انه يحقق اللقب، ولكن الهدف اللي سجل ماميلودي ساندوز في كازا هو اللي خلى انه اليوم يكون متوج، وحتى الطريقه باش جرى الماتش الاياب. الزملاء عبد الوارث قال عادي الرمزي من الوطن هو لاعب النور، يعني يمكن بمعنى من اللي جاي للعالم من الوطن عارف راسه لا يمكن